باب الغنى مع مين عطا ورانا سماحة على الراديو 90 90 على 90 90 جايين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل مستمعين الراديو 90 90. مساء الفل عليكم وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات. مين عطا ورانا سماحة وباب الغنى معاكم مع حلقة جديدة من باب الغنى. كل حد زي ما انتم عارفين من 6 ل 8. سؤالنا النهاردة على السوشيال ميديا بيقول ايه هو الشيء اللي موجود جوه الأوضة وبراها في نفس الوقت. فزورة صعبة جدا 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 وبنقيس الاي كيو زي ما انتم عارفين. ايه هي الحاجة اللي موجودة جوه الأوضة وبراها في نفس الوقت؟ تقدروا تكلمونا عشان تلعبوا معانا على 2 18 10 8 66 والاس ام اس على 1 99. الفيسبوك بتاعنا راديو 90 90. هاشتاجنا على تويتر باب الغنى 2021 بين كل كلمة وكلمة اندرسكور. وكمان تقدروا تشوفونا وتسمعونا من الابلكيشن بتاعنا من اي اب ستور راديو 90 90. تنزلوا الابلكيشن وتدوس من غير ما تدوس هتقلب كده بقى تسوايب كده يمين وشمال هتشوفنا لايف في الاستوديو او تشوفنا من الويب سايت بتاعنا 90 90 دوت اف ام. ايه هي الحاجة اللي موجودة جوه الأوضة وبراها في نفس الوقت؟ ده سؤالنا دلوقتي. يلا الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك وهاشتاجنا كمان. وسمعكم حاجة كان سلطن بيها شاهيناس حياتي احلى ونرجع نبتدي معاكم حلقتنا ان شاء الله. انا ورانا بتسمعونا مكملين معكم حلقتنا من باب الغنى مع مين عطا ورانا سماحة. وسؤالنا ايه الحاجة اللي جوه الأوضة وراها في نفس ذات الوقت؟ ايوه في نفس ذات الوقت. معنا ايه؟ ايه ازيك؟ ازيك يا منى؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا رانا؟ الحمد لله كله زي الفل. انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عاملين ايه في الحر ده؟ لا ده الدنيا جميل عندنا هنا في الاستوديو. ايه ما اقولكيش بقى في الاستوديو بقى. اه مين دول يا رنا؟ مش عارفه والله. بتورين صوره الاثنين مش عارفينهم مين دول. الناس بينزلوا لنا صور قديمه. ده بس مش قديمه قوي دي. لا قديمه شارل. راني ظبط لنا هنا الحراره في الاستوديو عشان الاجهزه على واحد تحت الصفر. لا احنا مش حرانين احنا في الاستوديو ولا صيف ولا شتا بنحس باي حر. متلجه على طول. اه احنا ربنا معاكم يا رب. انت تكييف بقى ومراوح ولازم منه انت هرش؟ ايوه طبعا طبعا. قول لنا ايه الحاجه اللي جوه الاوضه وبره الاوضه في نفس ذات الوقت؟ الباب. برافو عليك. انا قررت اقول الاجابه اول حاجه. ايه ده؟ ما خلاص يعني برافو عليك. في مين؟ انا لسه اول تليفون اعترف من غير اي اقلام. احنا بص لك اصل المره فاتت ما قلناش الاجابه فالناس عارفه الاجابه يعني صريحه وواضحه. بنقيس الاي كيو واللي جاوب صح مبروك خلاص. وهنكلم حد تاني ممكن ما يعرفهاش برضه خلي بالك. يعني ممكن المكالمه اللي بعد ايه على طول ما تعرفهاش عادي. بعد ايه بقى؟ ما خلاص. من غير فزوره. ماشي ايوش عايز تقولي حاجه تاني؟ عاوز اسلم على الجيش المناوي كله طبعا وكلهم بيسلموا عليك. احلى تحيه للجيش المناوي الجميل القمر. تعالي نلعب يلا. كمل انت. ماشي. حته وكمل يلا. اللي بيستاهل ينفع. برافو عليك ايوش والله. خلاص. حفيظه شطورة حفيظه شطوره. لا طبعا. برافو ايوش. عايز تسمعي حاجه على ذوقك منها؟ يلا ظبطك حالا. انت وبس تيرن تن تن. بجد؟ والله؟ يا محمد فؤاد. ايوه. يلا بينا. يلا. مكملين معاكم حلقتنا باب الغنى مين عطا ورانا سماحة. وسؤالنا ايه يا منى؟ ايه هي الحاجة اللي موجودة جوه الأوضة وبره الأوضة في نفس ذات الوقت؟ معانا تليفون. الو دينا او تينا. ألو. على حسب. أيوة دينا. معانا دينا. ازيك يا مين؟ ازيك يا دينا؟ اخبارك ايه؟ الله يسلمك. كله حلو؟ وحشتنا يا مينا والله. وانت كمان يا دينا اخبارك ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله كويسة الحمد لله. النهاردة انت اللي متصلة يعني؟ مبروك على 2 وحوش. ماشي. النهاردة بقول لك النهاردة انت اللي متصلة مش اختك يعني؟ متصلة ايه؟ مش اختك. اختي؟ لا اختي في البيت. طب الحمد لله النهارده فلت منيهم. ها ايه؟ لا 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 ماشي ماشي. انا بس دوندر. عايزه ممكن ابعت لها بس اهداء وطبعا اقول لها ربنا يخليكي ليا ما يحرمنيش منك واقفه جنبي بقالي فتره تعبانه وهي سلامتك الف سلامه مالكيش غيرها طبعا معايا ربنا يخليها لي يا رب. وهي اكيد بتسلم على رنا وبتحبها كتير واكيد بتسلمي عليها. سلمي عليها قد ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم. الله يخليك يا مين. الله يخليك. الله يخليك يا رب. قولي لي عرفتي اجابه الحظوره بتاعتنا؟ الباب تقريبا. هايل ان شاء الله يا جماعه. ان شاء الله يكون صح. ان شاء الله صح. ماشي هنسمعك حته من غنى وتكملي انت غنى. ماشي يلا بينا. يلا يا معاك دي. ايه يا دينا؟ ايوه ايه ما كملتيش ليه؟ انا عارفه الاغنيه دي بس مش فاكراها. لا الصراحه مش مشكله تتعوض الحلقه الجايه. نورتينا دينا. عايزين تكلمينا كل اسبوع ان شاء الله. عايزه امسي على الناس الحلوين على تويتر بقى. عايز تقول لي حاجه؟ استاذني اتفضلي. قول خلاص. عايز تقول ايه؟ ما خلاص يوسف. ميوش وهند وزينب البهنساوي وعهود محاميه رنا واماني جمال و
خوخه مين عن عود العنب ومهيمه خوخه مين عن عود العنب. اه والله ده ده ميكس فاكهه زنقني. يلا يلا. ولجلج ومين تاني؟ مهيمه كل مساء الفل عليكم. مساء الفل يا مهيمه. زينب بنورك ربنا يخليكي يا مهيمه. اوكي انا قلت ايه؟ مهينا هنا. لا هقول لك دلوقتي عايز اقول لك ايه. لميا مساء الفل يا رنوش بتمسي عليكي. مساء الفل فهد. مساء الفل مروه علي بشاندي. يانا يا خالتي فيلم يانا يا خالتي هو ايه ده؟ ده اكيد اجابه سؤال في برنامج تاني في راديو تاني يعني في حته ثالثه. الاجابه تونس. الباب او الضوء هايل. بقول لك الاوبشن الجديد اللي معمول ده الابديت بتاع الواتساب بتاع ان هو يسرع الفويس نوت مخليني اسمع بقيت من كتر ما بسمع الفويس نوتس بسرعه انا بقيت اتكلم زيهم. لا 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 والله العظيم دي مشكله مصيبه. انا مش هعمل كده تاني. انا هبطل اعمل كده. انت بتعمل كده دايما ها؟ اول بيجيك الفويس نوت بسرع عشان انجز. اه دبل. في حاجات دقيقه وفي حاجات 3 دقايق وليله سودا. بتسمعهم كده دايما؟ بسمعهم 1.5. اوكي هي السرعه 1 احنا 1.5 بنسمعها حلو قوي على الرايق. ايوه بتلقطي الموضوع كده من فوق فاهمه. اديك الـ يعني البريف بتاع الموضوع. هتسمعني ايه؟ سماعك لطيفه. يلا بينا ان شاء الله ترجع. ان شاء الله يلا بينا. لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 رنا سماح وين عطا وكل وكل حد من 6 ل 8 الرزيوم. معانا مين؟ زينب. زينب ازيك؟ الو عاملين ايه؟ ازيك يا زينب؟ الحمد لله تمام. كله تمام كويس. انت كويسه؟ الحمد لله تمام. تاكلي ايه؟ تاكلي ايه؟ بقها بيلعب؟ مفيش حاجه والله. لا انا تمام مفيش حاجه. قول الحقيقه. لا لا قول الحقيقه انت على الهوا. انتوا غلطانين ما باكلش حاجه. احنا اسفين. طب اخبار الدايت ايه؟ طمنيني على الدايت. نوعا ما باظ كويس. شفت حسينا بيك ازاي؟ هو اسبوع واسبوع فاهم كده جامد. وحد عارف يعمل كده؟ لازم نزم نظام الحرق. لازم ايه؟ ولا حاجه. نزم ايه حضرتك؟ نزم نظام الحرق. انا سمعت صح. الدايت طول حياتنا جسمنا يتعود ما ينفعش. ده بيقولك باكله مش باسبوع اصلا الدايت حرام. صح وماله. انا عايز كم مره. صح صح. طب قولي لي ايه الحاجه اللي جوه الاوضه وبره الاوضه في نفس الوقت؟ كلهم بيقولوا الباب. يبقى الباب هايل. ممتاز يا بنتي ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز. هسمعك حته من غير ما تكملي انت. استنى بس. ايه في؟ استنى بس بقول لك هنا تعالى. ها الجيش الميامي كله بيسلم عليك. سلمي عليهم كلهم. اماني ابراهيم بتسلم عليك كتير جدا. احلى اماني سلمي عليها جدا. يلا نلعب. يلا هتكملي انت. يلا الباب هو على الناحية المفتوح. يلا يلا روح. ده على فكره. برافو برافو. لو لاحظتي ان احنا ربطنا ما بين حل الفزوره والباب ده مفتوح برضو. الله الله. لو تخلي بالك معايا. ها اسم البرنامج حل الفزوره لوحده. امال ايه؟ صح باب الغنى تصدقي. يا ما شاء الله. لا فطنه. انا عجبني ان هي ما جاوبتش وبس. لا هي جاوبت وتطرقت الى مواضيع اخرى. تطرقت لمواضيع احنا مش واخدين بالنا. باب الغنى ما هي باينه واضحه زي الشمس اهي. ماشي يا زوز. عايز تقولي حاجه قبل ما نقفل؟ لا شكرا. يلا باي. لا شكرا باي باي. حلو. لا شكرا. عايزين نسلم بقى على الناس اللي بس. سلميش على حد بقى خلاص كفايه كده. بحبهم. طب يلا سلمي عليا. الفيسبوك عندنا بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه؟ بص يا سيدي. اموره خالد. اموره خالد. والله اموره او عموره مش عارفه. عموره اكيد. بيقول او بتقول اكره الباب. اكره الباب. اماني ابراهيم بتقول حلوه برضه موضوع اكره الباب ده ينفع. ينفع طبعا. ما حسن بتقول ليه مش شغاله في الاسماعيليه من فتره؟ هنشوف الموضوع ده ونقول لك على طول يا مها. هشام داوود بيقول النور. وزينب البهنساوي بتقول منور يا مينا. بنورك. الشروق زملكاوي بيقول الباب والشباك والحيطه. كل ده؟ ماشي. غدير مصطفى بتقول الباب والاكسجين. غدير عميقه عميقه يا غدير. دينا احمد بتقول مساء السعاده غاليين اعتقد الباب. ريهام حماد بتمسي عليك يا من. وزوزو تان. محمد عبد الحفيظ بيقول لك حلو التيشيرت الاصفر ده يا مينا. ده لموني حضرتك. هو طالع اصفر بقى على ما وصل له. اصفرك. وهتسمعني ايه؟ اللي يجيب لك سيرتي تقول له اسالني على جديدك. يلا بينا. يلا لسه مكملين معاكم حلقتنا من باب الغنى مع مين عطا ورانا سماحه. وموني ما هنش عليها الحلقه تروح كده ان اختها تتكلم. وهي موني اخت هدير. اخت دينا. اخت دينا. انا صح اهو. امال ايه اخت هدير دي يا عم؟ هي انا مسميها هدير انت عارفه. دينا بالنسبه لي هدير. اوكي طبعا. امال ايه؟ انا عارف ان هي اسمها دينا وانت بتدلعها بسمها هدير. اهو معروفه. انت عارفه اهو. ايه العلاقه؟ مش عارف حسيت انها هدير. عامله ايه يا موني اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي كنت وحشتوني والله. زي الفل والله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت اخبارك ايه؟ كله تمام وزي الفل.
وحشتينا من اول امبارح. وانتوا كمان وحشتوني. احنا مش ملاحقين ان احنا وحشين. انت معانا لايف معانا تويتر. ايه رايك ايه رايكم مروق عليكم جامد. احنا جمهور يعني ايه الحمد لله كده مش محتاجين. رضا 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 مدلعين مدلعين متروقين متروقين عشان لما ابقى اغيب عليكم شويه ما تقوليش انت مقصره. لا مش لا احنا مش عايزين غياب. لا 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 ما هو وقتنا بيجي غصب عن البني ادم برضو يا جماعه. اللي انت عايزاه يا رنا. بس انا شايفه صح. بحاول اعوض لكم الايام اللي فاتت. ماشي صح. اي حاجه تيجي منك زي العسل حبايب قلبي انت والله. موني بقول لك ايه الحاجه اللي جوه الاوضه وبره الاوضه في نفس الوقت؟ الباب. انا جاوبت على الباب. هايل هايل هتدوني ايه بقى يعني المشكله؟ هنسمعك اي حاجه تطلبيها. ولا انت عايز حاجه معينه؟ ايه انت عايزه تسمعي وانا اسمع؟ لا انت هتختاري مش انا. انا طول الحلقه بسمعك واللي انا عايزاه. اه بالظبط كده على ذوقنا طول الحلقه. فانت ممكن تختاري حاجه. اوب ماشي نلعب. ماشي نلعب. اوب نورتي. عايزه اوصل سلامي للرنشين. انا يعني هيقتلوني حبايب قلبي الحلوين. على مهلك قولي. الرنشين المحترمين احلى محترمين. محترمين ولا محترمات؟ المحترمات. الرنشيات المحترمات. المحترمات المحترمات. الامارات المحترمات. ماشي اه ماشي. والارترس والفيس وتويتر وشات وكله جامد. حبايب قلبي الغاليين دول بصة كبيرة. موه. قبل ما تقفلي هنلعب معاكي. نلعب لعبة جميلة. هنقول الكلمات. كلمات الأغاني. يلا يا دي أرق الناس في عينيك إحساس بياخدني معاه بنسى الدنيا. إيه ده واحدة واحدة يا مين؟ يا أرق الناس في عينيك إحساس بياخدني معاه بنسى الدنيا. ده بتاع مين؟ ده بتاع شوية سين. أيوة شاطرة. مين قال لك؟ أيوة شاطرة. مين قال لك؟ عهود عهود عهود. أيوة عهود يا مصحصحة يا مروقة. برافو عهود برافو. هايل. ايش نورتينا يا جميله. هنسمعك حاجه. هنسمعك لرنا دلوقتي الاغنيه. اوبا حاضر حالا. بقول لك ايه عود كان كبنا على تويتر حاجه حلوه. ايه مش فاكر كب اجابه للسؤال بتاع السوشيال ميديا بس مش فاكر كب حاجه غريبه. اه ودني ودنها اه. انا ودني تبقى بره الاوضه وجوه الاوضه في نفس الوقت عشان تلقط. برافو عليك يا عود. هايل. الله اكبر. تعالوا نروح نسمع رنا سماحه. اوبا يا جماعه نتدلع شويه. يلا بينا. لسه بتسمعونا على الراديو 90 90 ومعانا مهيمه. مهيمه الو شفتي فويس نوتس مقصره ازاي؟ عامله ايه يا مهيمه؟ كويسه الحمد لله. عامله انت؟ مال صوتك؟ تعبانه شويه. سلامتك الف سلامه. الله يسلمك. طب وحاجه غير الكلام المعروف ولا ايه؟ اه يعني كده هي كل سنه كده. سلامتك سلامتك. سلامتك الف سلامه. ربنا يتمم فيك على خير ان شاء الله. ورغم تعبك يا مهيمه مكلمانا برضو. الف سلامه عليك يا مهيمه. انتوا الساعتين بتاعتكم دي بتهون علينا اي حاجه. الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليك يا مهيمه. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. ربنا يشفيك. قول لنا ايه الحاجه اللي بتلاقيها جوه الاوضه وبره الاوضه في نفس الوقت؟ الهوا للضوء. الهوا للضوء. حلو اجابات. طب لو قفلتي باب الاوضه هيخش زي الهوا والضوء؟ ها مش شباك. يبقى الضوء لان بيخش بره والجوع. مش شباك. ممكن يخش من الشباك بس مش هما برضه. طب لو قفلنا الشباك الاوضه الاوضه مقفوله. انت عايز تفتح ايه؟ حلوه. لا هو الباب يا مهيمه على فكره مش تبقى عارفه. النور الباب. الباب كهرباء. خلاص الكهرباء. اللي انت شايفاه. انا قلت الاجابه كتير قوي يا مهيمه والله. انت مش سامعاني ولا ايه؟ سامعاني؟ حول. نعم سامعاني. اه يا مينا. بقول ايه الاجابه؟ ايه الكهرباء. تونس موجوده في كل حته. ماشي ماشي لك الكهرباء دلوقتي. انت بس ايه النهارده بتكلمينا وانت عيانه بس فهمشي لك اي اجابه. ربنا يعلم واحده. سلامتك الف سلامه. عايز تقولي اي حاجه قبل ما نقفل؟ لا شكرا. تمسي على حد بتاع عليه. قولي وعلى كل المنويين. ايوه تحيه كبيره. ايوه وكنت بسلم عليك عشان جيت من الاسبوع اللي فات ونسيت وزعلت. مين دي؟ بنت عمي دي جت معايا. سلمي عليها جدا جدا جدا. الله يسلمك يا كبير. وعايز تقولي حاجه تاني؟ لا تعيش بينا. بسلم على كل مين. سلامتك الف سلامه. ان شاء الله الحلقه الجايه تكلمينا وتكوني زي الفل باذن الله. ربنا يتمم شفاك على خير. نورتينا يا مهيمه. كل اسبوع تكلمينا بقى. هسمعك بقى ايه؟ عدى الكلام. اه والله لسه كنت عايزه اقول لك. يا جمال عدى الكلام. ايوه كلام. الكلام. ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ لا ايه الكلام. اه يلا نروح نسمع جمال عدى الكلام. ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده على الراديو 90 90 باب الغنى. كل حد زي ما انتم عارفين من 6 ل 8. معانا صفا. صفا الو. يا مينا ازيك يا صفا؟ الحمد لله. ازيك يا رنا؟ ازيك يا صفا؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. كله حلو.
حشتينا وانتوا كمان وحشتوني. بنستنى يوم الحد ده بوسط الفرج الصبر والله يعني يا جماعه. وانا كمان يلا بكره هطلع لكم لايف ان شاء الله. بس انا ما عنديش البرنامج ده يا رب. لا تحمليه زي العالم والناس وتعمليه فولو وبتيجي تحضري اللايف احسن لك. لا حاضر لو سمحت. بالعين الحمراء كده خلاص ماشي. لا تحمليه. انت شتيت قوي مهرموزه. انتي في اموري حبيبتي يا صفا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. عرفتي اجابه سؤالنا النهارده؟ الهوا. الهوا هايل. مش قلت لك الهوا ينفع لو قفلنا الباب هيا هوا يخش منين؟ ممكن تثق فيا بقى. ولو قفلنا الشباك الهوا يخش. لا ممكن تثق فيا ان احنا قلنا الاجابه اول حاجه ما حدش خد باله اصلا. اوكي اللي هو عادي يطلع الهوا. هيطلع الهوا ان شاء الله او يطلع الباب نفسه بتاع الاوضه فاهمه؟ دي الاجابه اصلا انها في اول حلقه الاوضه وبره الاوضه فعلا. اه بعد كده انت ليه؟ طب قلت اول حلقه قلت عادي ما انا صباح الفل اهو صباح الفل. قالت لك تصدق. اه وبما ان انت قلت الاجابه غلط فانا مضطر العبك كلمات الاغاني واجيب لك اغنيه صعبه شديده قوي. يلا بس هي بتجاوب صفا صح؟ صفا بتقول ان هي مش بتجاوب ترجع تجاوب. رنا بس عايزه اقول حاجه ان اخر لوك انت عملتيه يعني ما شاء الله الله اكبر عليك بجد عجبكم؟ الله اكبر جدا 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 حبيبي والله رافعين معنوياتي كده دايما يا رب. يلا بينا. كل حاجه بالخناق ولا اي حاجه باتفاق واللي زاد وغطى ايه بيهددني بالفراق. هو مين ده مين؟ علي. ما تغنيلي باللحن. اللي زاد وغطى ايه بيهددني بالفراق. ايه بعدين ان انا اخسرك؟ ايه ده دي سهله. انتوا كل مره تخسروني كده انا مش لعبه كده. ماشي ولا همك ولا همك. ماشي يا صفا. نورتينا صفا. نورتينا يا صفا. هتسمعني ايه؟ سمعك ايه؟ سلم عليا مايا فاروق بحبها قوي. يلا بينا. ولسه مكملين معانا حلقتنا مع مين عطر انا سامح حريت 99 لسه مكملين معانا. يعني انتوا لسه مكملين معانا اهو مش تنفع تمشي. ايوه لسه مكملين لسه مكملين معاكم يعني. هم لسه مكملين معانا واحنا لسه مكملين معاهم. وهم دول واحنا دول واحنا هم وهم دول واحنا هم. ايوه معانا مين؟ معانا مريان. ألو. مريان ازيك؟ ازيك مريان؟ إيه؟ ده ابنك؟ في بيبي في بيبي. ابنك ده؟ انا مش سامعك يا مريان كويس. ايوه ايوه كده سامعك كويس. ابنك ولا مين؟ ميرا. بنتي مين؟ ميرا. ميرا؟ ميرا. ميرا ميرا. ايوه ازيك يا ميرا؟ ربنا يخليها لك. يا ميرا الو كسفت ربنا يخليها لك ان شاء الله تكبر كده وتكلمنا هي بقى بنفسها على طول ان شاء الله. من ابويا صغير. منوية صغيرة كمان. من نوايا صغيرة. من نوايا صغيرة يا ابني سمعتها من نوايا صغيرة. من نوايا صغيرة سمعتها من نوايا صغيرة. من نوايا صغيرة. ايوه من نوايا صغيرة دي عسل احلى من نوايا في الدنيا والله. مريان قولي ايه الحاجة اللي بتلاقيها جوه الاوضة وبره الاوضة في نفس ذات الوقت؟ انا قادرة اقول الحلقة تغسلت اكيد الباب يعني. الباب هايل هايل. غشاش شطورة. غشاش شاطر برافو. طب حلو قوي. عايزين بقى نقول لك غنوة عشان ايه؟ نحاول نخسرك. لا لا مش فاشله والله خالص بالعكس. حاولي 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 مش غلط. اللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا عمرنا ما هنسال فيه مش هنتعب مش هنتعب روحنا عشانه الف مين يتمنى مكانه. اتحايل عليه. ايه صح. ايه ايوه. ها تاني ايه ده فايبريشن مين بيتكهرب. ايوه يا ليه ترى تقولي ايه اللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا عمرنا ما هنسال فيه. ايوه مش هنتعب روحنا ايه هي ميرا بتحاول تجاوب معانا. انا مش سامعك قربي كده شويه. امال مفكر امال ماهر. امال ماهر هايل. غلط اجابه غلط. انت خسرتي معانا. ولا يهمك ولا هي اللي معنا خسر دلعنا الرغب علينا بس مش مشكله هنحاول نحسبها لك صح عشان خاطر ميرا بس معاكي النهارده واسطه معاكي واسطه. يلا طب ما تيجي نسمعها. سمعي مين اللي معنا؟ ماشي يلا وهو يبقى نورتينا وريان. يلا نروح نقرا سريعا كده برضو على الناس الحلوين. اه هنسمعها ماشي على ما يجهزها لنا نقرا. انت برضو عليكي برضو حاجات. دينا احمد واماني جمال. عايز مني ايه؟ عايز سلامتك والله يا والله يا مينا.
ايه عايز الجرشينات يجوا في المكان اللي اتفقنا عليه. لوجلوج بتقول مينا بيقول كلمات بمنطقيه قوي. اللي هي ايه الكلمات الاغاني؟ لا بقولها بطريقه عشوائيه عشان خاطر ما تتعرفش يا حبيب قلبي. نانا مساء الفل بشرى الهواء. غلط غلط. محمد فرج الباب صح. مها الميهي الهواء غلط. اماني جمال مساء الفل بتمسى عليك يا رنوش احلى مساء. احمد السعدي الباب هايل يا احمد. اموره ها 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 يا قريتها ايه امو هي اموره. هي اموره والله عشان في دبل او. الحمد لله يا رب. اكيد لو اموره مش هكتب دبل او اتصور انا اخش على الاكونت بتاعه ممكن تبقى اموره عادي وابعت له مسج اقول له انت اموره ولا عموره. نوسة قولوا لي مبروك عشان الحمد لله ربنا رزقني وبقيت حامل وحابة افرح معاكم ولازم اكسب عشان النون اجابه الباب. برافو عليك يا نوسة الف الف مبروك وان شاء الله ربنا يتمم الحمد لله على خير ويجي احلى بيبي ليكي في الدنيا يا رب ان شاء الله. واللي معنا خسر دلعنا. يلا بينا يلا بينا. لسه مكملين معاكم حلقتنا ومعانا غدا. غدا الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك ايه يا استاذه غدا؟ اتفضل. دخلتها سيريس قوي يا جماعه. حس انت داخله يعني حاجه مهمه جدا واحنا هلوسي اصلا خلي بالك انت عارفه كده. غدا الو معاكي. غدا ما بقول الافيه بتضحك وما بتردش عليا يعني مفيش ما مش عارفه ارد. غدا عايزك تتجرأي عن كده. عايزين على اخر السنه دي تبقى انت بتخشي تقتحمي الراديو 90 سنين. يلا تقتحمي هوا يعني. قولي لنا ايه الحاجه اللي جوه الاوضه وبره الاوضه في نفس ذات اللحظه؟ الباب. برافو. قلتوها في اول الحلقه. برافو. اللي عاجبني في الاجابه مش الباب، اللي عاجبني ان انت صاحيه معانا من اول الحلقه. طبعا امال. برافو عليك يا غدا. ولهذا قررت ان انا العبك كلمات الاغاني واجيب حاجه سهله. طب ثاني الاول عايز اتكلم عن الجيش المناوي كله. احلى تحيه للجيش المناوي كله. هو بارك لك على اتنين وحوش تحفه. ربنا يخليك يا غدا تسلمي لي. تحفه تحفه. ربنا يخليك. بقول لك ايه في اغنيه بتقول ايه؟ ولا 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 ايه؟ ولا عارفاها؟ لا. طيب خلاص بقى واضح ان احنا هنوصل لها دلوقتي الاغنيه. حبيبي حبيبي يا نصيبي نار ولا اصل سكر قوي اروح احيله يزعل قوي. عايزين نفتكر الاغنيه بتاعت مين؟ حكيم. والله انا حاسه ان هي حكيم. وانا كمان. طيب قلبي ضايع مني يا جهلي باني نسيته حد حدا اهلي ينفع احبك من غير قلبي ما تردوا عليها وعليا. منير ده طبعا. الله عليك ايه الشطاره دي. حمام تقريبا او بط بط. بط او او حمام محشي. حمام مش حمام. اخ يابا يابا مش بحفظ مش بركز كتير. يونس. يونس. برافو عليك يا غدا هايل. نورتينا غدغود وتكلمينا كل حلقه ان شاء الله عشان بنحب نسمع مكالمتك الجميله. وعايزين بقى نروح نشوف الناس الحلوين على تويتر بعت لنا ايه. يلا. الناس بترقص على تويتر. اسامي اسامي دينا احمد ولجلج وزينب وميوش ومونا محمد وعهود بتقول لو اختار ما بين نفسي وما بينك هختار نفسي بالسلامه انت. الله. في مبدا اهم حاجه المبدا يا جماعه. وايه تاني؟ سمعينا حاجه بقى. اسمعك ايه تحب تسمع ايه؟ اطلع من دول تامر حسني تحت اهي قمر اهي. يلا بينا معاكم حلقتنا واخر لينك للاسف في الحلقه ومعانا اسماء. الو يا اسماء. لا اسماء ايوه صح صح ايوه ايوه كده ايوه كده. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت اخبارك ايه؟ ازيك يا مينا ازيك يا رنا؟ الحمد لله كله حلو. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بصي انا بقى انا بس بقالي كتير في الجيش بتهزوز كده وبس انت حكيم جدا وبحاول بقالي كتير من بدري من شويه يعني مش عارفه اصلك ومبروك على كل اي حاجه كل حاجه حلوه ومبروك على الجواز عشان جه متاخر بس انا عايزتي. الله يبارك فيك. انت شكلك كلمتيناش من زمن. انا من زمن من زمن يعني. رنا عندها علي وعمر دلوقتي. لا والله بس هي يعني نشوفه كده فمن ساعة خلي لا ما تبعديش عننا لازم تكلميني على طول يا اسماء لازم. ربنا يخليك يا مينا. انا بقى بس انا موجود فيكي جدا وبحبك قوي 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 حبيبتي. ربنا يخليك كله بيحبك وبيسلم عليكي كتير حبايب قلبي. انا بحبك كتير ومتبقاش مني ان انا مش عارفه اتفاعل معاكم ومش عارفه اعمل حاجه خالص بس نشوفه كده يعني. ربنا يعديه على خير ان شاء الله ودايما تبقى معانا على طول.
وما تحرمناش بقى من صوتك بقى وتكلمينا دايما. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، الحمد لله لحقت على اكلمك على اخر البرنامج. الحمد لله على السلامه، منورانا. ربنا يخليك. ايه تلعبي؟ بس انا بقى سهله يعني، بما ان سهل جدا يعني. مين هيقول لك كروكس يعني؟ يلا طيب. كلمات اغنيه وانت تقولي الاغنيه دي ايه. يا ارق الناس في عينيك احساس بياخدني معاه بنسى الدنيا. الراجل غنها لك كمان اهو. عينيك احساس كاظم ولا صابر؟ كاظم او صابر زباي؟ كاظم ازاي؟ صابر زباي تقريبا. عمرو دياب. عمرو دياب كمان؟ اه صدقني خلاص من بين الناس. ولكن قلت حاجه ولا يهمك اسماء، بما ان انت راجعه بقالي كتير ما لعبتيش معانا فلسه ما سخنتيش برضو. الحلقه الجايه ان شاء الله تبقي زي الفل. مسامحينك مسامحينك. بحبك قوي 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 يا هنوس قوي. وانا كمان والله بحبك قوي قوي. انا على لايفاتك يعني، بحاول الحق لايفاتك بس يعني يا دوبك يعني. بكره ودي بقول لك من بدري، وبكره ان شاء الله عندنا لايف. ايوه طب مستنيك جدا. نورتينا يا اسماء جدا، ونستناك الحلقه الجايه كريمين ان شاء الله. ما تيجي نسمع اتنين وحوش ويبقى خير الختام. ده مسك الختام ده ولا ايه؟ يلا بينا احلى اتنين وحوش. توحشونا من النهارده لحد يوم الاحد اللي جاي، استنونا من 6 ل 8 وعمين عطا ورانا سماحه في باب الغنى. بحب نفسي قوي يا جماعه، سمعكم اغنيتي بحبني بحبني قوي زياده عن اللزوم. سلام عليكم.